فصل الشتاء يسجل في كل مرة تزايدا في نسب حوادث المرور، وهذا بسبب السرعة المفرطة والانزلاقات وتراكم الثلوج وعدم احترام كثير من السائقين لقواعد وإرشادات السلامة. وعلى هذا أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني حملة عبر كافة الولايات، الغرض منها تحسيس أصحاب المركبات بمخاطر القيادة في فصل الشتاء. إذن في إطار تسهيل السيولة المرورية، تراهن المديرية العامة للأمن الوطني على عصرنة ورقمنة كل التجهيزات المستعان بها في هذا الأمر، وذلك من خلال الاستعانة بالتكنولوجيات الحديثة وحتى الاستعانة بتكنولوجيات المعلومة والاتصال. نراهن فيها على إدراج المواطن في العملية الأمنية، نراهن على التكوين والتوعية ودعم مصالح الأمنية بهذه التكنولوجيات حتى نرقى إلى حوكمة مرورية من شأنها تقديم خدمة في مستوى تطلعات مواطنين. القيادة في فصل الشتاء من الأمور التي تتطلب دراية واسعة ومهارة كبيرة، خاصة في الطقس العاصف المتقلب، وهو ما يحمله عادة من أمطار غزيرة وضباب كثيف، وكل هذا يشكل عبئا ثقيلا على كل من السائق والمركبة. عندما نتكلم عن قضية التنسيق، هي من أسس مبادئ المديرية العامة للأمن الوطني في تسهيل الحركة المرورية، وذلك من خلال بحث حوكمة مرورية رائدة إن شاء الله، مبنية على التواصل مع جميع الأطراف. أولا الوحدات العملياتية، التنسيق مع قاعة العمليات التي لها دور فعال وبارز في المراقبة والمعاينة المباشرة، ومن ثم التدخل الآني والفوري حتى نقدم خدمة من أجل تسهيل السلامة المرورية على المستوى الوطني بإذن الله. المبادرة لقت استحسانا كبيرا بين السواق وسط دعوات لاحترام قوانين وإرشادات المرور لتجنب الكوارث في فصل الشتاء. سيارة في الدار نركبه، حاجة الأولى نتفكروا باللي كاين الأمن في الطريق راه يتسنى فينا، لازم نورمالمون لو كان عطى ربي حنا سي في الراس هكذا تجي وحدها نديروا لا، مي حنايا جي لي كونترير نتفكر باللي لازم ندير لا سينتور دو سيكوريتي. انا كي نشوف الامن في الطريق انا صديق نحس بالامن، نحس بالامن صحيح، يعني يعني ماشي رانا نزيدوا في الكلام ولا، صحيح كنحسوا بالامن. في التأني السلامة وفي العجلة الندامة، ودرهم وقاية خير من قنطار علاج، والطرقات في فصل الشتاء تستوجب الحذر ثم الحذر.